تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. مش مستر بتاعها اللي هو ان انت عشان تشغل البلب دوت كنت بتعمل ايه؟ يا اما بيبقى عندك هاند مثلا بتتحكم بيها صح؟ يا اما بيبقى عندك سولونويد صح؟ السولونويد دوت السولونويد دوت انت دلوقتي هنعرف ازاي ان احنا بقى نعمل كنترول عليه تمام باستخدام دايركت كنترول وتبقى بقى الدايره دي كانت ايه تمام؟ الحاجات اللي بنعمل بيها كنترول على اي هيدروليك سيرتر في كذا حاجه، في حاجه اسمها الالكترو هيدروليكس اللي هي شويه سويتشز مع شويه ريليز مع شويه كويلز مكونات كهربيه هي اللي بتعمل لي كنترول على الكلام دوت. في حاجه اسمها بروبوشنال هيدروليك بتستخدم فالف معين بديزاين معين هنشوفه، واخر حاجه بنستخدم حاجه ايه اسمها سيرفو فالف ده اعلى ايه؟ اعلى تكنولوجيا تمام؟ طيب بالنسبه لاول حاجه اللي هي شغل الالكترو هيدروليك ازاي ان انت تعمل دايره كنترول عشان تتحكم في حاجه معينه او تتحكم في دايره معينه. بص كده معايا احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين دلوقتي لما نشغل الدايره بتاعتنا السلندر دي تتحرك ايه تعمل اكستنشن ولما توصل لقفل الاكستنشن هي تلقائيا ترجع ايه؟ تعمل الريتراكشن بتاعها. طب هنعمل ده ازاي؟ عن طريق الدايره دي كده، ده كده بنسميه اللادر دايجرام تمام؟ تعالوا نشوف كده ايه كل الكومبوننت فيه. اللي هنا ده بنسميه ليميت سويتش تمام؟ ده كده لما يلمس الطرف بتاعه مع هنا بيقفل لي دايره او بيفتح لي طرف تمام؟ يعني بيفتح لي طرف او بيقفله على حسب ايه هو نورمالي اوبن ولا نورمالي كلوز تمام؟ تعالوا نشوف اللادر دايجرام ونشوف الكومبوننتس اللي فيه. اول حاجه ده بنسميه ستوب. ده معناه ايه؟ ده كده زي كده ايه؟ عارف انت الكبسه اللي انت بتيجي تشغل حاجه؟ الزرار مثلا اللي هو البوش بوتن ده كده ايه؟ بوش بوتن نورمالي ايه؟ كلوز. ده كده بيعمل ستوب يعني انت عايز توقف الدايره وايه؟ تدوس عليه تفتح الدايره بتاعتك. طيب ده الستارت ده زرار الستارت تمام؟ نورمالي اوبن. ده كده بنسميه الطرف بتاع الكوير او الريلي كوير تمام؟ طب فين الريلي كوير ذات نفسه؟ دوت تمام؟ ده كده الطرف بتاع اللمس مش هتلاحظ ان هو نورمالي ايه؟ نورمالي كلوز يعني ده كده لما يلمس ديت دي كده هتفتح ولا هتقفل؟ هتفتح تمام؟ طيب وده كده ايه؟ الطرف بتاع الريلي كوير وده كده السولونويد دي. احنا هدفنا ايه؟ لما نيجي نعمل اكستنشن لازم نوصل كهرباء للسولونويد دي دوت. طيب هنوصل له كهرباء ازاي؟ تعالوا نشوف كده. انت دلوقتي عايز تشغل ايه؟ عايز تشغل السلندر ده او عايز ايه؟ تعمل اكستنشن السلندر ده. بتشغل الزرار ده صح؟ طيب لما الزرار ده يشتغل الباور هتمشي ازاي؟ هتمشي كده اهو صح؟ لما تمشي كده اهو هتروح تشحن الريلي كويل ده. الريلي كويل ده هو ايه؟ مفتاح الدايره بتاعتنا. ده لما بيتشحن اي طرفين بتوعه نورمالي اوبن بيقفلهم، نورمالي كلوز بيفتحهم. طب فين الطرفين بتوعه؟ شايف ده كده نورمالي ايه؟ ده نورمالي اوبن هيقفل تمام؟ ده كده نورمالي ايه؟ اوبن هيقفل تمام. طب لما كده يحصل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان التيار هيمشي تمام؟ ده كده زرار خلي بالك ما بيفضلش ايه؟ يعني انت ما بتفضلش تاكت على التاكة صح؟ انت بص تاك وتشيل ايدك صح؟ فده خلاص ده فتح. هما ده هيفضل مشحون ازاي؟ بص كده معايا التيار هيمشي من هنا يجي هنا يمشي فين؟ في دي لان دي اتقفلت لما دي بتتشحن دي هتتقفل. فالتيار يمشي يروح فين؟ يفضل شاحن ديت، دي مدى مشحونه فدي هتفضل ايه؟ هتفضل مقفوله. يروح التيار يكمل يروح فين؟ يروح على الطرف ده. دي كده هتبقى مفتوحه ولا مقفوله؟ مقفوله، فيروح يعمل ايه؟ يشغل السولونويد ايه دوت، تمام؟ طيب لما ده يشتغل ده هيعمل ايه؟ اكستنشن، صح؟ طيب وصل لاخر اكستنشن لمس الليمت سويتش. لمس الليمت سويتش ده هيبقى عمل له ده عمل له ايه؟ هيفتح ولا هيقفل؟ هيفتح. لما يفتح الدايره خلاص ده كده ما دام هو كان انرجايز ايه؟ هيتشن عنده الكهرباء وبالتالي هيعمل بقى العكس اللي هو كان قافله هيحصل له ايه؟ هيرجع تاني نورمالي اوبن فبالتالي ده كده يفصل وده كده ايه؟ يفصل عنه الكهرباء فاوريدي السبرينج يرجع تاني ايه؟ يرجعه في الوضع العكس اللي هو يعمل ريتراكشن. فهمنا كده الدايره دي شغاله ازاي؟ طيب احنا ممكن نعمل الكلام ده باستخدام الليم سويتش ممكن نعمله حاجه اسمها بريشر سويتش. بريشر سويتش ده سويتش كهرباء لما بيسنسك ان في بريشر عالي بيعمل ايه؟ بيفتح او
بيقفل اللي هم فين؟ اللي هم الطرفين دول. ده كده بريشر سويتش واحد، بريشر سويتش اثنين. الهدف بتاعنا برضه ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نخلي السلندر دي تعمل اكستنشن لوحدها وتعمل ايه؟ تعمل ريتراكشن لوحدها، تمام؟ ازاي الكلام ده هيتم؟ نفترض دلوقتي ان انت عايز تعمل اكستنشن، طيب تعمل اكستنشن فانت بتشغل ايه؟ بتشغل زرار اللي هو ايه؟ سويتش 1 ده، تمام؟ هو دلوقتي لما بيعمل اكستنشن المفروض الاكستنشن ده بيحصل في اخر شوط الريتراكشن، انت اخر شوط الريتراكشن خلص بعد كده بيبتدي الاكستنشن، صح؟ طيب لما ده كده يعمل ريتراكشن يوصل للاخر، الضغط هنا هيحصل فيه ايه؟ الضغط هنا هيحصل فيه هيزيد ولا ايه؟ ايه؟ لو انت بتعمل ريتراكشن اخر شوط الريتراكشن الضغط هنا هيزيد ولا هيقل؟ الضغط فين؟ الضغط هنا لا هيزيد. انت دلوقتي خلاص وصلت شوط الريتراكشن ومفيش حاجه ثانيه ايه؟ خلاص كان في حته تصدق وقفاك، فايه الضغط هيحصل له ايه؟ هيزيد. هو ده اللي بيكسر بيكسر الاسطوانه. طب لو الضغط يزيد السويتش ده هيسنسج ان الضغط ايه؟ زاد. هيعمل ايه؟ ده 2 بي اس وبالتالي ده نورمالي اوبن هيعمل ايه؟ هيقفل. طب لما يقفل الكهرباء هتوصل لايه؟ فين سولونويد ايه؟ اهو لما توصل لسولونويد ايه خلاص ده اخد سيجنال فبالتالي هيبتدي يعمل ايه؟ الاكستنشن بتاعه بشكل طبيعي. طيب وصل لاخر الاكستنشن بتاعه طب اللاين ده هيحس ان الضغط ايه؟ وبالتالي هو بيحس ده هيقفل وبالتالي هتعمل انرجايزنج سويتش ايه؟ او سولونويد ايه؟ بي. فهمنا كده؟ يبقى انت ممكن تعمل كنترول على الموضوع ده باستخدام ليميت سويتش او ممكن تستخدم ايه؟ بريشر سويتش، تمام؟ نفس الفكره بس باستخدام ايه؟ اثنين ليميت سويتش. تعالوا بقى نشوف انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ نفس الفكره عايزين نعمل اكستنشن ونعمل ايه؟ ريتراكشن. طيب وانت بتعمل اكستنشن نفترض ان السولونويد ايه ده ايه؟ دلوقتي شغال يعني ده كده مفهوم السولونويد ايه؟ شغال. اول لما تلمس اثنين ليميت سويتش ده الطرف ده يلمس ده ايه اللي هيحصل؟ فين اثنين ال اس دي؟ اهي هيحصل لها ايه؟ هتقفل ولا هتفتح؟ هتقفل. هتعمل انرجايزنج للسولونويد ايه؟ بي. هيبتدي بي يشتغل يعمل ايه؟ ريتراكشن لحد ما دي تلمس ايه؟ 1 ال اس وبالتالي 1 ال اس هيحصل لها ايه؟ هتفتح لها الطرف بتاع الليمت سويتش هتبقى مشغله سولونويد ايه؟ السولونويد رقم ايه؟ يبقى فهمنا كده الكنترول بيبقى ماشي ازاي؟ تمام؟ يبقى فهمنا ازاي السولونويد بيشتغل او ازاي انت تقدر تعمل كنترول على السولونويد بتاعك؟ طيب تعالوا نشوف الدايره دي، الدايره دي عايزين نعمل فيها ايه؟ التاسك بتاع الدايره دي اول حاجه طبعا الدايركشن كنترول هولز كلها سولونويد تمام وبالتالي هيبقى الكنترول كله فولي اوتوماتيك تمام. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نرش السلندر دي الاول وضع الاكستنشن وبعد كده نمشي السلندر ده. طيب يعني دي كده تعمل اكستنشن سلندر 1 وبعديها سلندر 2 تعمل اكستنشن وعايزين نرجع الاثنين مع بعض. فهمنا كده التاسك ايه المطلوب مننا او التاسك ايه المطلوب؟ انت عايز تمشي السلندر رقم 1 دي الاول بعد كده عايز تمشي السلندر رقم 2 يعني تعمل اكستنشن 1 بعد كده اكستنشن 2 بعد كده ترجعهم مع بعض. طيب يعني انت لازم تعمل ايه؟ يعني انت لازم تعمل انرجايزنج لسولونويد رقم ايه الاول بعد كده لما يوصل للاخر تعمل اوتوماتيك انرجايزنج للسولونويد رقم سي ولما ده يوصل للاخر تعمل في نفس الوقت انرجايزنج للسولونويد دي والسولونويد ايه؟ بي. تعالوا نشوف معايا هيحصل الكلام ده ازاي. اول حاجه لما نتك على زرار البوش بوتن ده اللي هو زرار الستارت ايه اللي هيحصل؟ الكارت هيمشي تمام؟ هيمشي هنا اهو هيشحن انو ريلي كويل الريلي كويل رقم واحد اهو. طيب اتفقنا ان ده كده بيعمل ايه؟ اي طرف مفتوح بيقفله خاص بيه، اي طرف مقفول او مقفول بيعمل ليه؟ بيفتحه. طيب هنا ده 1 كويل ريلي نورمالي ايه؟ اوبن هيقفله. 2 كويل ريلي ده نورمالي ايه؟ كلوز. هل انا شحنت 1 ريلي كويل الاولاني ولا ريلي كويل الثاني؟ انا شحنت الاولاني وبالتالي ده مش هيتاثر. هيفضل زي ما هو نورمالي ايه؟ كلوز تمام؟ طيب الكرنت هيمشي شحن ده خلاص شحن ده شيل او ده كده هيتشال خلاص ما انت خلاص ده كده ايه مجرد انت بتتك وبيتشال تاني. التيار هيفضل ايه؟ هيفضل ماشي كده يعني ده هيفضل مشحون ده اهم حاجه عندي دي مشكله؟ طيب باقي الكرنت هيمشي هنا اهو ده الطرف بتاع الكوير ريلي الاولاني هيبقى نورمال ايه؟ او سوري هيبقى ايه؟ كلوز صح؟ ما دام ده مشحون ده هيبقى ايه؟ ده هيبقى كلوز. التيار هيمشي يشحن سولونويد ايه؟ رقم ايه؟ تمام؟
ادي السولونويد رقم ايه هيمشي ايه يعمل اكستنشن. طيب عمل اكستنشن وصل للاخر ايه اللي بيحصل في اللاين دوت؟ الضغط بتاعه بيحصل له ايه؟ يزيد صح؟ لما الضغط ده يزيد البريشر سويتش ده هياخد ايه؟ سيجنال، وبالتالي لو هو نورمال اوبن هيبقى ايه؟ كلوزد ولا عكس. طب فين ممكن البريشر سويتش ده؟ فين على الرسمه بتاعتنا او فين على اللادر دايجرام بتاعنا؟ اهو. طيب لما ده كده يقفل الكهرباء هتمشي صح؟ هيحصل لها ايه هنا؟ تمشي تمشي تشحن ايه؟ الريلي كوير رقم 2 دوت. طيب لما تشحن الريلي كوير رقم 2 دوت وبالتالي ده كده هيحصل له ايه؟ هيقفل. طب تعالى ارجع فوق، احنا هدفنا دلوقتي نشحن دوت، خلي بالك الموضوع مش بس ان انت تشغل السولونويد دوت، لا انت كمان عايز تفصل الكهرباء عن السولونويد دوت في اخر المشوار. طب تعالى نشوف هيحصلها ازاي. هو مش ده خاص بدوت؟ يعني الطرفين دول بتوع الريلي كويل دوت. طيب ده كده انرجايز، وبالتالي ده اللي كان نورمالي كلوز بقى هيبقى ايه؟ اوبن. فهل الدايره دي كده هتشتغل؟ وبالتالي الانرجايزنج اللي على الريلي كويل الاولاني ده هيتشال، وبالتالي كل الاطراف بتاعته هتتشال، وبالتالي اوريدي الوصله دي كده مش هتبقى ايه؟ هتبقى اوبن. يبقى فهمنا كده ازاي هنفصل الكهرباء عن السولونويد ايه؟ صح؟ طيب خلاص، يبقى انت كده الطرف ده كده هيفضل شغال لان اوريدي ايه؟ ده خلاص هيبقى كلوز، ده اوريدي نورمالي كلوز، وبالتالي هيبقى ايه؟ ده هيتشحن. لما ده هيتشحن هيشغل لي ايه؟ الطرف ده هو برضه تو كوير ريلي او الريلي كوير رقم 2 هيبقى نورمالي ايه؟ او هيبقى كلوز. الكهرباء هتمشي هتشغل سولونويد سي، ادي سولونويد سي اهو هيعمل ايه؟ اكستنشن. تمام؟ طيب ده وصل لاخر الاكستنشن بتاعه، هيلمس ايه؟ الليمت سويتش. فين الليمت سويتش؟ الليمت سويتش اهو صح؟ لما يحصل هنا الليمت سويتش الكهرباء هيحصل لها ايه؟ 3 سي ار دوت هيتشحن، الريلي كوير رقم 3 ده هيتشحن. لما يتشحن الاطراف اللي هي الاوبن بتاعته هتبقى كلوز، والاطراف الكلوز هتبقى ايه؟ اوبن. طيب يعني ده كده هيقفل، وبالتالي هيوصل الكهرباء هنا. وبالاضافه كده شايفين ده؟ نورمال ايه؟ كلوز. هيبقى ايه؟ اوبن. يعني الانرجايزنج بتاع الريلي كوير رقم 2 ده هيتشال، وبالتالي السولونويد سي ده اوريدي خلاص ايه؟ مش هيفضل مشغول. تمام؟ خلاص يبقى الكهرباء هتوصل للسولونويد بي وسولونويد دي دي مع بعض، يعني ده وده مع بعض، الاثنين هيحصل لهم ايه؟ ارجاع مع بعض. يبقى فهمنا كده ازاي باستخدام اللادر دايجرام اللي هي الالكترو هيدروليكس شويه الكومبوننتس الكهربائيه ديت تقدر تعمل كنترول على الدايره دي. في مشكله؟ هتسال فيهم ازاي؟ ممكن يقول لك مثلا ايه؟ حاجه شبه كده، يقول لك قول لي ايه اللي هيحصل لو شغلنا البوش بوتن دوت. تمام؟ ممكن يقول لك ايه اللي هيحصل لو شغلنا البوش بوتن دوت؟ لو شغلت البوش بوتن دوت فالدايره هتقف. ليه؟ لان خلاص الكهرباء اوريدي مش هتخش على الدايره بتاعتك، وبالتالي الدايره بتاعتك هتقف، لان دي بتاعت الستوب بتاعتك. لو شغلت انت ايه؟ لو دوست على دوت فاللي هيحصل كل اللي احنا حكيناه. دي اول حاجه. ممكن جدا، امتحان السنه اللي فاتت كان كده، كان جايب لك مثلا دايره. تمام؟ عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل اكستنشن وتراكشن، اعمل لي دايره كنترول. هتبقى حاجه شبه ايه؟ شبه اللي فات دول. تمام؟ حاجه شبه اللي فات دول، عايزين برضه نعمل اكستنشن وتراكشن، فاعمل لي اللادر دايجرام ده. بس مش صعب كده. هتبقى ايه اللادر دايجرام؟ مش هيبقى حاجه معقده يعني، يعني ايه؟ اللي فات ده يعتبر دايره كبيره، اللي انا لسه شارحها دي دايره كبيره شويه. تمام؟ لكن هي هتبقى حاجه بسيطه يعني، مش حاجه صعبه. اهم حاجه ان انت ايه؟ تبقوا فاهمين الكونسبت يعني. في مشكله؟ بعد كده حاجتين برضو بعمل بيهم كنترول، حاجه اسمها بروبوشنال كنترول، حاجه اسمها سيرفو كنترول. ايه الفرق ما بينهم؟ تعالى كده نشوف الفرق ما بينهم في الفيديو ده. طيب دلوقتي انت في الفولتس، تمام؟ بشكل عام ايه اللي بيحصل؟ انت الفولتس بتاعك ده مثلا كام على كام؟ ده 2 على 2 صح؟ ده يا اما بياخد سيجنال هنا وبالتالي يفتح السكه بتاعتك صح؟ يا اما فولي كلوزد صح ولا مش صح؟ مفيش حاجه ان بتوين، هل في حاجه ان بتوين؟ لا. دي معظم البابز اللي هي ايه؟ اللي هي تراديشنال العاديه بتاعتنا. طيب ده كده بروبوشنال دايركشنال كنترول بالف. نديكوا نبذه عنه كده. البروبوشنال دايركشنال كنترول بالف ايه الفرق ما بينه وبين الدايركشنال كنترول بالعادي؟ ان البروبوشنال دايركشنال كنترول بالف بيعمل حاجتين. بيعمل ايه؟ يقدر يقوم بوظيفه
فلو كنترول فولف، يعني يقدر يتحكم في كميات الفلوريد، ويقدر ان هو طبعا يقوم بالوظيفه الاساسيه بتاعته اللي هي ايه؟ تارش، ان هو يوجه الفلو على السلندر سواء يعمل اكستنشن او يعمل ريفراكشن او وات ايفر. تمام؟ يعني ده بيعمل حاجتين مع بعض. طب بيعملهم ازاي؟ بيعملهم عن طريق ان الكنترول او اللي هي السيجنال اللي بتجيله اللي بتحرك لي الاسبول من جوه سيجنال كنترول، بمعنى ان انا ممكن اتحكم في الفولتج اللي بيعمل لي او اللي بيعمل لي المجال المغناطيسي يحرك لي ديت، بحيث ان هو يحركها مسافه معينه. يعني بدل ما هو يخليها مثلا على الوضع الاربعه اللي مثلا يوصل حاجتين على بعض، لا يبقى ايه يتحرك مسافه معينه، وبالتالي يبقى انا كده اتحكمت في الفلو واتحكمت في ايه؟ في الدايركشن. تمام؟ وبالتالي هو بيشتغل عن طريق ايه؟ زي ما قلنا ان الفولتج بتاعه اللي بيخش له بيكون كنترول، انت بتتحكم في الفولتج ده وبالتالي بتتحكم في ايه؟ في الحركه بتاعته من جوه. ده كده بنسميه اوبن لوب كنترول. ليه؟ لان انت دلوقتي هتعمل ايه؟ بتعمل مثلا الكنترول بتاعك على تاسك معين، عايز مثلا تعدي 5 لتر في الثانيه، نص لتر في الثانيه، نفترض. طيب نتيجه مثلا ممكن اللود عالي، البريشر زاد، يحصل ليكج مثلا، تمام؟ نتيجه الحراره زادت والفيسكوستي زادت، تمام؟ او سوري الفيسكوستي قلت، فايه اللي ممكن يحصل؟ يحصل ليكج. السؤال، هل انت هتسنسنج الليكج ده؟ لا. بمعنى ان هو ما بيعدلش من نفسه، ده الفرق الاساسي بينه وما بين السيرفو فولف اللي عندك في اخر حاجه. ان هو اوريدي كلوز لوب او هو سوري اوبن لوب كنترول. لو تفتكروا في الكنترول لما اخدتوه كنتوا بتاخدوا حاجه اسمها اوبن لوب ترانسفير فانكشن وكلوز لوب ترانسفير فانكشن. الفرق ان الكلوز كان فيها دايركت ايرور، طرف ايرور، صح؟ اللي هو الفيدباك. ده ما فيهوش فيدباك. وبالتالي ده اوريدي خلاص بتعمل الادجستنج بتاعه، يعني ايه بتعمل الكنترول بتاعه، تمام؟ بس العيب بتاعه ان انت ما فيش فيدباك، يعني ما تقدرش تعمل ايه لو في مشكله عندك، ما عندكش حاجه ان هي تعمل لك تعديل بشكل تلقائي. ارجع نشوف بين المنيو. ده كده السيمبل بتاعه، تمام؟ ده السيمبل بتاعه اللي هو مميز فيه الخطين اللي فوق دول، تمام؟ بالاضافه ان السولونويد عليه علامه ايه؟ عليه سلمين كده. السلمين دول بيرمزوا ان انت ايه تقدر تعمل فاريشن في الكنترول بتاعه، تمام؟ الفولتج اللي بيخش له بقى ايه؟ بقى يحصل له فاريشن. والعكس لو دي مثلا لو الكلابر بيتحركت كده، فايه اللي بيحصل هنا؟
او سوريا جت كده يعني، هيحصل ان الضغط هنا هيزيد، فده يتحرك ايه؟ حركه الاتجاه دوت. وبالتالي وبناء على حركه الفلاب دوت ده بيتحرك كده او بيتحرك كده، تمام. وطبعا الحركه دي بتبقى ادجستد على حسب قيمه الكرنت او قيمه المجال المغناطيسي اللي بيتعمل، اللي انت ايه بحيث ان انت تحركه المسافه اللي انت ايه اللي انت عايزها. في بقى جزء مهم جدا اللي هو ايه، حاجه بنسميها الفيدباك، اللي هو ايه، في طرف كده متصل على السبول، طرف كده رفيع بنسميه الفيدباك. الفيدباك ده هو بياخد سيجنال، تمام، بناء على السيجنال ديت هو بيعمل قوه على عكس القوه بتاعه الفلابر ده، بحيث ان هو يعمل ايه، يعمل ادجستنج السبول ديت في المكان اللي انت عايزه بالظبط، بمعنى انها ما تتحركش مثلا ايه، تتحرك مثلا مسافه زياده او مسافه قليله. اللي بيظبطها الطرف بتاع الفيدباك ده. تعالوا نشوف هو بيشتغل ازاي. يبقى فهمنا كده الفرق ما بين البروبوشنال والسيرفو بار. يبقى الفرق الاساسي ما بينهم ايه؟ البروبوشنال اوبن لوب كنترول سيستم، تمام، السيرفو بار كلوز لوب كنترول سيستم، تمام. ده كده دايجرام لدايره ممكن تستخدمها في السيرفو بار. طبعا ايه الدايره بتاعتنا عاديه جدا، ده كده السيرفو بار اللي بيحل محل الدايركشنال كنترول بيض في الحاله دي، تمام. هتلاقي ايه هنا اللي بيحصل؟ ده كده الاوتبوت بتاع السلندر بتاعتي توصل هنا لحاجه اسمها روتري فيدباك، بحيث ان انت تاخد فيدباك من هنا جات الحركه بتاعتك هي الحركه اللي انت عاملها بالظبط ولا في اختلاف نتيجه اي ظروف في التشغيل. الفيدباك سيجنال بتروح لهنا حاجه اسمها ايه؟ صم، تمام؟ بيجي لك الكتريكال كنترولر. المهم اللي ايه؟ ده كده اللي بيجمع السيجنالز مع بعض، بحيث ان انت ايه اللي بيحصل هنا؟ كومن سيجنال لو تفتكره في شكل الكنترول تتجمع مع السيجنال بتاعت الفيدباك. الفرق ده بنسميه الايرور، صح؟ الايرور ده لو بصفر يبقى كده ايه؟ مفيش عندك اي مشكله. لكن لو في قيمه يبقى كده في عندك ايه؟ في عندك ايرور. الجماعه الامبليفاير ده اللي بيكبر السيجنال يروح فين؟ يروح يعمل معالجه للسيرفو فولت بتاعك، بحيث كده ان ايه؟ لو في مشكله في الاداء بتاع السيرفو فولت بتاعك يعمل ايه؟ ادجستنج. يبقى اللي كان بيعمل كده لو شفتوه على الرسم بتاعنا كان اللي هو ايه؟ طرف الفيدباك اللي هو الفيدباك 1. في مشكله؟ ده كده السيرفو بالب، تمام، لسه انتم شايفينه بس دي رسمه ايه زي كده يعني ايه ابيض واسود. يعني عندنا تظهر في ايه؟ الفيدباك اللي احنا لسه شايفينه، دول الفتحتين اللي كنا بنتكلم عليهم، تمام، اللي هو انت ايه لو الفلابر دي اتحركت كده شويه بتقفل الفتحه دي شويه فالضغط هنا ايه يزيد، تمام. دول الفتحتين اللي بنتكلم عليهم، ده الجزء اللي هو بتاع الفلابر، تمام، اللي هي ايه الجزء اللي بيتحرك عندنا، وده كده ايه جزء الماجنتيك فيلد بتاعه، تمام. بما فيه ايه توك موت، يبقى فهمنا ازاي ده بيشتغل. هتلاحظ ان في هنا فلتر، الفلتر ده بسبب ان المسافات او الحاجات هنا بتبقى مسافات قليله جدا ما بين الاجزاء بتاعه السيرفو بار، وبالتالي لازم اعمل ايه؟ فلتريشن. ليه اعمل فلتريشن؟ عشان ما يحصلش ايه؟ سد، صح؟ لو حصل سد في اي بوس من دول الفلتر بتاعك هيشتغل؟ مش هيشتغل، الضغط هيزيد وبالتالي انت ايه؟ هتشتغل بقى في الريليف فلتر بتاعك، تمام؟ يعني الدايره بتاعك مش هتشتغل، وبالتالي لازم تحط فلتر هنا
عشان لو في اي شوائب او في اي حاجه ان انا اعمل ايه؟ انقيه. في مشكله؟ عندنا المسألة اللي هي مسألة 27 جزء رقم ايه؟ بيقول لي أول حاجة بيقول لي what type of valve is that shown in the shown figure؟ Row it's simple. يبقى طبعا الفالف اللي موجود عندكم ده اللي هو ايه؟ سيرفو فالف، وعرفنا السيمبل بتاعه. في مشكلة؟ طيب state a few words the function of each of the following element in this valve. تورك موتور، ايه فايدة تورك موتور؟ تمام، هو اللي بيستقبل الاشاره الكهربيه بيولد المجال المغناطيسي فبيحرك لي ايه؟ فلاب. تمام، الفيدباك واير تمام هو اللي مسؤول ان هو يعمل ادجستنج تمام لايه؟ لموضوع الايرور. تمام، بحيث ان هو بيولد قوه عكس قوه الفلاب بحيث ان هو يعمل ادجستنج للبوزيشن بتاع ايه؟ بتاع السبول بوك. تمام، فلابر اند ذا نير باي سايد نوزلز، ايه فائده الفلابر؟ بالظبط كده، ايه زي كده، دي التول اللي بتعمل لي ايه؟ اللي بتولد لي الضغط جوه البار بحيث انها تقفل، او لما الهوز دي تقفل شويه الضغط ايه؟ يزيد من الناحيه بتاعتها. تمام؟ روز سكتشماتيك دروينجز شوين ذا الكترو هيدوليك كنترول سيستم ذات كان يوز ويز ذيس تايب ويز ذيس فيل رايت اون ذا دروينج ذا نيم اوف ايتش ايرمنت اند ستيت اتس فانكشن وات تايب كنترول ذيس سيستم بروفايد. الدايره اللي هو اللي مطلوب رسمها الدايره اللي لسه مريت من شويه. تمام؟ اللي هي الدايره دي الدايره ايه؟ المطلوبه. تمام؟ طيب طبعا نوع الكنترول اللي بيوفره السيستم ده اللي هو انو كنترول؟ اوبن لوب كنترول سيستم ولا كلوز لوب كنترول سيستم؟ كلوز لوب كنترول سيستم. تمام؟ طيب 29 انتوا كان عليكم في الاساين 29 بي صح؟ بالنسبه ل 29 بي سؤال برضه على الضغط ده بيقول هو is the most important element in valve, the valve 2, which makes superior over any hydraulic valve. ايه هو اللي هو بيعمل ايه؟ موضوع الكلوز لوب. تمام، ان اوريدي الفالف بتاعك بيديك اكيورسي 100%. تمام، ان اوريدي بيعدل السيجنال بتاعته حتى لو فيها ايه؟ لو فيها برضه السؤال الثاني نفس ايه؟ نفس السؤال اللي احنا قايلينه اللي هو اللي هو سكتشماتيك شوينز الكترو هيدروليك كنترول سيستم يوجوالي يوز ويز ذيس فالف رايز انيم ايتش ايرمنت اوف ذا سيستم. وات تايب اوف كنترول برضه لسه قايلينه اللي هو ايه؟ كلوز لوب كنترول. على عكس البروبوشن، البروبوشن بيوفر لك ايه؟ اوبن لوب كنترول، لكن مش كلوز لوب كنترول لان ما فيهوش ايه؟ ان ما فيهوش فيدباك. في مشكله؟ في مشكله في سكشن النهارده؟ طيب ماشي، توفيق غيب ونظام طيبين. الورق ايه؟ اهو ماشي، ما هو البتاع ده بص في بلوك بتاع السنه اللي فاتت عارفه ليكتشر 10. تمام؟ دي ليكتشر 10 محاضره رقم 10 ايه على بلوك السنه اللي فاتت عشان عندك فين؟ في مراجعه السنه اللي فاتت مراجعه السنه اللي فاتت؟ لا هو كان في حل امتحانات، كان في كذا كام امتحان محلول. تمام؟ ما كانش في ورق بينزل السنه اللي فاتت. شفتها من زمان؟ اه ان شاء الله ان شاء الله السنه دي نعمل يعني ده بتاعت ال اسمه ايه؟ البامبس لا؟ البامبس نظبطها ان شاء الله. الله يسلمك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.